ما بغيش هو، لو انا بغيش كنمشي عند داوود. نمرة التليفون ديالك 06-94-93 يزرب عليك خليل. 57 94 93 57 02. خاصك ديمو البراوات اللي خاصك تاخذي كل نهار. هو هذاك هو الحافز، يعني خاصك بكيه في النهار. خاصك بكيه في النهار. هذوك 8000 وهذو 6000. يعني كنتي كتشربي 6000، دابا تزادت لا دوز ولات 8000. تزادت وتزادوا حتى الايام. الاول كان مخرج لي 6000 فنهار في شهر، دابا خرجوا لي 8000 في شهرين. والثمن ديالها 182 درهم في النهار. في النهار مشاهدين قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع هذه السيدة هذه اللي زايدة في 1975 كتعاني من واحد امراض مزمنة، منهم كان عندها سرطان الثدي ومازال كتعاني من السرطان، وعندها مشكل ديال داء السكري حتى هو، يعني كتقلى انسولين. دارت اللقاح، من بعد اللقاح ولا عندها واحد تخثر الدم. تعاود لينا اكثر على المعاناه ديالها مع هذا المرض هذا، والدواء اللي ولات خاصها ضروري، الدواء خاصها ضروري هذا الدواء هذا، الا ما دقاتوش يعني الحاله ديالها كتولي حرجه. نخليكم معها. السلام عليكم لاله. عليكم السلام. انا سعديه، مرضى بسرطان من 2016. درت العمليه، انا بترت الثدي ديالي اليسر، ها هو، و تندير درت الدواء، درت لا شيميو، درت 34 حصه ديال البولا، يعني عانيت. راه السرطان يعني معروف بلا ما نعبروا عليه. وعندي السكر، انا اصلا عندي 3 المرات في النهار ديال السكر، انا السكر الانسولين ديابيتيك. هادشي كله ماشي مشكل، القواط محيده حتى هما تناخذ التريتمون لان قاسهم المرض حيدهم ليا. محيدة عاوتاني 14 ولسيسة من تحت الدراع من تحت. منين مشيت، حيت انا اصلا عندي مشكل مع المناعة، السرطان تطيح المناعة. مشيت باش ندير هاد، سمحوا لي، مشيت باش ندير هاد سميتو الفاكسة ديال الكوفيد. تتشاورت معاهم واصلا هما قالوا نديروها، حس ما عنديش المناعه، كنت كنخاف من كورونا. تيقولوا لي العيالات عندك اللي خرجتي وانت مريضه، قلت لك كورونا عندك كورونا راه غتشد في الناس اللي تيكونوا مرض. انا كنكون مخلوعه ما تنخرجش، قلت انا نمشي ندير انا تطلع المناعه. قالوا لي في السبيطار، اصلا قالوا لي في السبيطار كتطلع المناعه. يعني مشيت توجهت لديك الطبيبه، قلت لها شنو عندي انا اصلا، راه عندي الوراق، عندي يعني ديتي معاك الوراق الدوايه ديالك، عندي كارطه ديال 40 ها هي، عندي الكارطه الصغيره حتى هي، عندي كلشي الوراق ديال باش كندير الدواء، حيت عندي باش كناخذ الفانيد. مشيت عندها قلت لها شنو كاين، قلت لها عندي طريتموت القواط، عندي دواء سرطان، عندي السكر، عندي. قالت لي راه صدتي، قالت لي تطلع المناعه، وانا بحكمي طبيبه راه غنثق فيها، ثقت فيها، قلت انا طلع لي المناعه ونبدا نخرج حتى انا بحالي بحال الناس. درتها، قالت لي لا درت غير الاولى، درت غير الاولى. قالت لي تسناي واحد شويه وسيري بحالاتك. تسنيت واحد شويه صافي، شت راسي ما عندي والو، جيت بحالاتي، جيت للدار. بقيت بديت كنتنفخ، بديت كنتنفخ، هذاك النفخ يعني مع في هذيك الليله ما جات فين توصل 7 العشيه. انا درتها في الصباح مع ديك 11:30 هكاك، ما جاتش فين توصل العشيه. كنقول ماشي مشكل، هذا النفخ راه شي حاجه كليتها. انا نسيت البره، قلت ماشي البره اللي غدير ليا، قلت واقيلا كليت شي حاجه. بديت كنقلب، انا تناخذ الريجيم ديالي، يعني معروف الريجيم ديال السكر وديال السرطان وديال تيقول لك ما تاخذيش هذه ما تاخذيش هذه. بديت نقلب واش كليت شي حاجه، واش هادي، واش كليت شي حاجه مسمومه، واش هادي، واش هادي. صافي انا ما كليت والو.
صافي وصل الليل تنفخ واحد النفخ طير، تنفخ لي الحمل داخل الراس، الودنين العروقه بداو تيضربوا في الراس، الودن هيا الدم فين جامد هيا. مشكل ديال التخثر اه هي تنحس دابا بالهضره بعيده، وتنحس بهم بحال فيهم الماء. بقيت كنمشي لميريزكو كنبات فيه كنضل فيه، مشيت للسبيطار الاخر الحسني ما خليت حتى السبيطار تيلوحوا فيا من هكا لهكا، وما اصلا ما فهموا والو. قال لك حنا ما فهمنا والو هاد الاعراض ديالها، راه حنا ما فهمناهمش. تعطوني الدوايات اللي ما عندي ما تعلق بها انا، تعطوني دواء الحساسيه، تعطوني كورتيكويد، تعطوني شي دواء تخربيق ما خدمش ليا. تيقول لي لا حيديه، تنمشي عند الاخر حتى تيخرج لي الدواء. انا بكثرة ما تنفخت وليت تنمشي بالحفا كيخرجوا لي الدواء، واخا ما عرفتش شنو نعرف نطلب ولا نعرف شنو ندير ونعرف نبيع شي حاجه. المهم شري الدواء وصافي، خاصني المهم ارجع كيف كنت. المفاجاه الكبرى هي هذاك الدواء، قلت ماشي مشكل خرجوا لي برالي هي هذه شهر. قالك الدقية الحل واحد هو هادي، ها هي الحل الوحيد هو هادي الدقيها. الا ما دقيتيهاش راه ما عندكش، تتزرق ليا يدي، تتزرق ليا رجل، تتزرق ليا صباع. وليت تنشوف الزروقيه تنتخلع انا، ما تنعس لا ليل لا نهار، تنقول صافي غيقطعوا عليا. تنمشي عندهم حتى هما تزيدوا عليا، تيقول لي لا ما دقيتيش هاد البره ما عندكش الحل. تنضطر انني البره تنقول لهم، تيقول لك حنا ما عندناش هاد البره. وهاد البره واش كان لين هما اللي دقيت؟ هادشي هو كله اللي دقيت ومازال باقي. تنتفاجئ ما خليت ما درت باش نشريها، تنجوع وتنجوع ولادي وتن نشريها. ملي مشيت عاوتاني كيقول لك ديري التحاليل كل 3 أيام 40 ديري التحاليل. ها هما التحاليل، شوف هادو كلهم تحاليل، هادشي كامل التخطيطات ديال القلب. ها هو عندي العرق مبوشي في القلب، خاصو عمليه. يعني هادشي كامل ومازال وما كايناش النتيجه. الراديوات، هاد البزوله اللي تنفخات والتزيرات الاخرى جمد فيها الدم، ها هو لا ماموغرافي ديالها. ها هي باش درتو هادشي كلشي. تمشي ديري تيقول لك سيري للسيبير شدي المواعيد، هذا هو المشكل. المواعيد تضطري تمشي تشدي لي هادشي على برا وتجيبيه، واخا ما عرفتش شنو يكون عندك. ها هو التحاليل، هما التحاليل ديال هما. والمشكله دابا طاح لي الدم، الكريات الحمرين طاحوا، لحقاش الدم جمد. ها هو وليت كتعاني مشاكل صحيه. وليت كنعاني من مشاكل. انا ما كانش عندي هذا المشكل حيت انا دائما كندير التحاليل ديال التخثر وديال المناعه وديال فقر الدم وديال الكلاوي، لحقاش عندي سرطان خصني ما ناخذ الدواء تندير التحاليل. يكون كان عندي تخثر غيكون عندي طالع في التحاليل، يعني مع 4 مع 5 سنين ولا 6 سنين وانا كندير التحاليل. مره ما كان عندي هذا المشكل، دابا ولا عندي هذا المشكل. بقيت كنفكر لا في سرطان ولا في هي الفتحه تحلات ليا ولا ديزا بالماء. انا داير لها غير الفاصمه دابا، هي لحقاش العروق مقطعين، لحقاش محيدين ليا حتى من تحت البطن 14 والسيسة، وعاد زائد التدي. وهاد هادي مع النفخ تيرات بزاف وبدا الديزا. دابا هاي الورقه باش كندير البرا، وباش هاي باش كن هادي هي ديال هاد البرا هادي. ما كانتش هادي ما كندكهاش. تنطلب من الناس، انا بغيت غير الدواء، انا بغيت غير يعاونوني في هاد البرا هادي، راه قاصحه عليا ما قدرتش عليها. من البارح ما دكهاش، من البارح ما دكهاش حيت صافي اليوم ما دقيتش، والبارح ما دقيتش، يعني دقا البارح في الصباح، اما اليوم ما دقيتش لحقاش ما قدرتش. كل نهار خصني ندق، هاي فيها جوج وحدات، وحده في الصباح وحده في الليل، خصني ندق. يعاونوني باش مسؤولين اللي محسن الله يجزيه بخير، الى عندهم الناس اللي عندهم الناس اللي في استطاعتهم يعاونوني الله يجزيهم بخير. راه هادي راه صافي، راه قهراتني هاد البره، راه هي جابت ليا زعما حطماتني. راه ما لما دقيتهاش تزرقوا لي يديا وزرقوا لي رجليا وزرقوا لي ها الودن، دابا مجموع في الدم. اي قداش الاخرى؟ اي دابا الحلق
في يدين، انت وريتك في يدين كديرين، هو بحال الحجر مجموع عليا، وتيختار وتيبدا تيبغي تليد تتبغي تخناس، رجل تتبغي تخناس، نطر عاوتاني تنمشي باش كناخذ براوات اخرين باش كنديرهم في العرقه، هما مجداهم وحطاهم عندي ها هما باش كتحيد ديك الزروكيه تيدوزهم في العرق. صفر ستة أربعة وتسعين ثلاثة وتسعين سبعة وخمسين صفر جوج. هذا فاني التوا ديال سرطان، التوا كناخدو كنشريه ها هو. أنا محتاجة غير الدواء. لما كانش نطلب الناس يعاونوني غير في الدواء. أنا راه رمضان وما تنفكر، داز رمضان ما تنفكرو حنا لا فطور لا هادي، تنتقاتلو غير مع هاد البراد. تنتقاتلو مع هاد البرادي، تنشريوها تنشري وحدة جوج، هذا تنقولو صافي راه ما فكرت أنا لا كسوة لا ولادي، راه مساكن تيديرو داكشي تيحرقو روسهم يديرو روس. أنا كان عندي سرطان وكان عندي السكر وكان عندي القواط، وكنت كنعجل ليهم تا انا وتندير لهم في الطيار وتندير لهم، ولكن هاد المره صافي ما انا صافي بقيت يديا ما بقاوش، مابقيتش كنقدر نهز تا نطوي تا ما نطى، مابقيتش كنقدر نطوي، ما نقدرش الا طاحت لي شي حاجه ولا صباطي بغيت نلبسو ولا هادي ولا تحنيت كنطيح. تنطلب من الناس يعاونوني في هاد الدواء، يعاونوني ما بغيت والو، بغيت حتى انا نوقف نتنفس ونعس بحالي بحال الناس، انا ما كنعش انا بحالي بحال الناس، كنبرك والليل كله وانا باركه، ملي كنعيا كنوض كندور واحد شويه كنجي عاوتاني نبرك، لحقاش الا تكيت كتخرج ليا كشكوشه من فمي وكنبدا نتناخد وما نقدرش نتكي، كنعيا واخا كنعيا ما كنقدر، كنوض ندور واحد شويه نعاود نجي نجلس. يعني محتاجه اليوم غير الدواء، الله يرحمكم. مشاهدين قناه شوف تفا، كيف ما سمعتوا معنا القصه ديال هاد السيده هادي اللي هي اصلا كتعاني من امراض مزمنه، كتعاني من داء السكري، عندها سرطان، تدي عندي جوج عمليات، يعني كان عندها مشكل صحي، ولكن من بعد فاش كتقول من بعد ما دارت اللقاح الحاله الصحيه ديالها تدهورات، ولا عندها مشكل ديال تخثر الدم، يعني الحياه ديالها واقفه على هاد البراوات هادو، خاصها بكيه في النهار وكل برا دايره 182 درهم، الحاله الماديه ديالها ما كتسمحش لها باش تبقى تاخذهم. الرقم ديالها هو 06 94 93 57 02. كنتمنوا من الناس المحسنين اللي قدروا يساعدوها في هاد البراوات هادي، خاصه بكيه وحده في النهار. الرقم ديالها هو 06 49 93 57 02. مشاهدين قناه توتا، كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.